الجيش المصريين. جيشك وشعبك محفوظة يا مصر. تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لدعم أبناء شعبي تركيا وسوريا في محنتهم ومساعدتهم في تخفيف آثار الزلزال المدمر الواقع بالدولتين والذي أدى إلى حدوث آثار تدمير كبيرة بالإضافة إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا والمصابين. أقلعت 5 طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية محملة بكميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية المقدمة من وزارة الصحة والسكان إلى أبناء البلدين لمساعدتهم في تخفيف الآثار الناجمة عن الزلزال المدمر. هذا وأعرب المسؤولون بالدولتين عن تقديرهم للجهود المصرية. Assistance from Egypt and what can I say? It's a moment to remember for quite a long time. We deeply appreciate it. Thank you so much. دعم الأشقاء وعلى رأسهم جمهورية مصر العربية والأصدقاء. الحقيقة نستطيع أن نكون أقوى في معالجة تداعيات هذه الحادثة المدمرة والأليمة. نأمل دائما أن نكون إلى جانب بعضنا البعض وهذا هو رهاننا وأملنا في المستقبل. ويعد الدعم المصري المقدم للجانبين التركي والسوري تأكيدا على أهمية الدعم الإنساني لمجابهة حوادث الظواهر الطبيعية بما يسهم في دعم علاقات الترابط والتآخي بين الشعوب لتجاوز المحن. التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة المعينين لتولي الوظائف القيادية بالقوات المسلحة، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة، وذلك بقيادة الجيش الثاني الميداني
والذي يأتي في إطار سلسلة اللقاءات الدورية التي تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة للتواصل مع أبنائها المقاتلين لتوحيد المفاهيم حول عدد من القضايا والموضوعات التي ترتبط بالقوات المسلحة. بدأ اللقاء بكلمة اللواء أركان حرب محمد ربيع قائد الجيش الثاني الميداني، أكد خلالها حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التواصل المستمر مع أبنائها لتوحيد الرؤى حول مختلف الموضوعات التي تهم القوات المسلحة، مشيرا إلى أن رجال الجيش الثاني الميداني يجددون العهد لتقديم الغالي والنفيس من أجل حماية الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره. كما تناول اللقاء عرضا تقديميا لعدد من قادة القوات المسلحة، تناول أهم الموضوعات والتحديات التي تشهدها المرحلة وكيفية مجابهتها بالأسلوب الأمثل والأسس العلمية المدروسة، بما يمكن القوات المسلحة من تنفيذ المهام المكلفة بها على أكمل وجه. وألقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي كلمة نقل خلالها تحيات وتهنئة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للقادة والضباط لتوليهم الوظائف القيادية بمستوياتها المختلفة. كما أوصى القادة والضباط بمواصلة البحث والاطلاع في مجالات المعرفة العسكرية والمدنية التي تعينهم على أداء مهامهم على الوجه الأمثل، والتمسك بالمبادئ والمثل العليا للعسكرية المصرية لتظل القوات المسلحة بعطاء أبنائها وتضحياتهم نموذجا فريدا للانضباط والالتزام. وأدار القائد العام للقوات المسلحة حوارا مع القادة والضباط استمع فيه إلى آرائهم واستفساراتهم، وناقشهم في كل ما يدور بأذهانهم حول مختلف القضايا، وطالبهم باستمرار الارتقاء بمستوياتهم العلمية والثقافية ليكونوا قادرين على قراءة المتغيرات الإقليمية والعالمية بأسس معرفية صحيحة ومدى انعكاس ذلك على الأمن القومي المصري. احتفلت الأكاديمية العسكرية المصرية بتخريج الدورة رقم 9 لمهندس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بالإضافة إلى الدورة رقم 1 لمهندس الهيئة العامة لسلامة الملاحة البحرية، وذلك بعد إتمام دورتهم التدريبية بالكلية الحربية بالتنسيق مع وزارة النقل والتي تم عقدها على مدار 6 أشهر. بدأ الحفل بعرض الموقف التدريبي، تضمن شرحا مفصلا لبرنامج الدورات ومدى ما اكتسبوه المتدربين من انضباط عسكري. كما ألقى أقدم الدارسين كلمة وجه خلالها الشكر للقوات المسلحة التي أعدت لهم برامج مكثفة للإعداد والتأهيل الذي يمكن من تحقيق أقصى درجات الانضباط الذاتي، وهو السمة العسكرية المصرية، وذلك قبل بدء حياتهم العملية. تلا ذلك إعلان نتيجة الدورة وعرض فيلم تسجيلي تضمن مراحل إعداد وتنفيذ الدورات التدريبية. وألقى الفريق كامل الوزير وزير النقل كلمة أشار خلالها إلى أهمية تلك الدورات التي تأتي في إطار رؤية الدولة المصرية التي تهدف إلى خلق أجيال جديدة من أبناء مصر القادرين على العمل وفقا لأعلى معايير الانضباط الذاتي والمستوى العلمي الراق لخدمة الوطن بمختلف المجالات. فيما ألقى الفريق أشرف سالم زاهر رئيس الأكاديمية العسكرية المصرية كلمة قدم خلالها التهنئة للخريجين متمنيا لهم التوفيق في المستقبل، كما أشار إلى الدعم الذي توليه القيادة العامة للقوات المسلحة لتطوير نظم الإعداد والتأهيل بما يعود بالنفع على الدارسين. وفي ختام الحفل تم تبادل الدروع وتكريم أوائل الدورات تقديرا لتميزهم في أداء المهام المكلفين بها خلال مدة الدورة. حضر الحفل عدد من قادة وضباط القوات المسلحة وعدد من مسؤولي وزارة النقل.